تمرين صحيح شكليه مشاكل. نعم اعطتني حركه حلوه بس انت لعبت علي، انت اخذت مني الشيء، استغليت سرعتك علي. انا ما ابغى السرعه ولا ابغى قوه اللف ولا ابغى فلان وعلان يقول واو. انا ابغى قطعتك تلي، قطعتك عاده انت ترفض تلينا في الاوضاع هذه، اوضاع المسار انا بتصيد يشنع يهددك، لكن في الهادف او خلاص خاصه كان شخص ركب اللي هو لازم يلف لانه ملف طاح وقت توازن، فيضطر الحصان ببساطه يوقف يحط وزنه على القطعه يلف اللفه المطلوبه، لكن لو كان في المسار ممكن يشنع. ايه صحيح يدير الفضل. لك تعطى اغلب الخيل زي كذا بدك تلف في المسار ما تلف معهم او تلف لف في سرعه زياده عن اللزوم، لو تبطئ ما تقدر. لك الخيل اللي تلف اللفات هذه اغلبها يعني لو تركب بدون ادوات ويحاول يروق وتردد لحظه انه عطل يشنع ينقلب او يطيح، لان فكره انك تتحكم بالجهه الخارجيه بنفس الوقت ما تتناغم عن الداخليه استحاله. مثل الوضع هاي مثلا هو يبغى ياخذ مساحتي ما يقدر ينطلق ما يقدر يوخر، كل اللي يسويه حصان موزون فقط انه يحاول يجيك، ما عاد الا كذا انت تحاول تردع عنك عن طريق الجهه الخارجيه، يمكن في احد يسار ساحب نفس الوقت مو بسحب زياده وخر كذا قدمك خدت الاشاره الحين وكمل كم النوع اللي يلف بسرعه الان في الجول او بقاوده لانه لفات السريعه ما شاء الله عليه بيوخر قطعته يسار وبيجي وجه عندي هنا بوراك بدق بايدي بدق لي وسمتين ينقلب تحت راسي لانه متعود على اشياء معينه لي شروط ولي شروط لك شروط لي عقود ولك عقود ووقت الجد كل شيء لي ثم بعد شو برجع لك اياه. هنا انت تقول ما في عقود وشروط وشروط كل شيء لي كل شيء باسمي بعدين انا افكر ايش اعطيك وايش ما اعطيك. كلاهما كوره قوانين كره القدم زي ما قلت لك تختلف عن قوانين كره السله. جميل جميل جميل. يعني اذا الحركه هذه اقدر اسويها في التزليق لكن ليس كتمرين وليس كاستعراض، مجرد استعراض حصان موزون دوره الكعه والنديوه اي حركه ما تتناقض